السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم من جديد. نعود إلى عالم تصاميم مزارع هايدي. واليوم راح يكون عندنا آخر جولة من الموسم الثالث لهذه البطولة الرائعة وهذه البطولة الممتعة والمثيرة، وكذلك البطولة هذه خرجت لنا مبدعين وتعرفنا على الكثير من مبدعي مصممي مزارع هايدي. خلونا نتعرف عليهم واحد واحد. طبعا المرحلة الآن على نهايتها، الموجود معانا أبطال ومصممين ومبتكرين، والليلة راح نشوفهم في البث، والليلة هي نهاية هذه الجولة الأخيرة وراح تكون بطولة رائعة، وأتوقع الكل من عندهم متحمس للمنافسة بتصميم رائع. أصدقائنا المركز الأول راح يحصل على 1500 مجوهرة وشحن فارم باس عادي، والثاني راح يحصل على 1500 مجوهرة، والثالث راح يحصل على 570 مجوهرة. خلونا نشوف من الصغير إلى الكبير ونتعرف عليهم. أول شيء عندنا وردة، من أخطر ما شفت من مصممي مزارع هايدي في المسابقة، وسرعان ما تتبدل تصاميمها إلى تصاميم تعجب الجمهور وتكسب الرهان في ميدان التصاميم. وردة جاية من المرحلة الثانية وانتقلت إلى الثالثة والآن جاية على المرحلة الرابعة. 93 كل المتنافسين اللي معانا ما راح نقدر ندخل على تصاميمهم بالكامل، ولكن ممكن نشوف جزء بسيط من التصميم. بالتوفيق لوردة. أول شيء وردة مبدعة بالتصاميم، وردة مثل ما قلت لكم ثلاث مراحل في هذا الموسم تتسابق فيهم وتفوز. بالتوفيق لوردة بهذا الموسم، وراح نشوف الليلة إبداعات وردة وش عندها. طيب الثاني مين؟ الثاني نانوس. نانوس بعد كذلك متسابقة، مستوى مزرعتها 127، فازت بالمركز الثاني من المرحلة الثالثة وانتقلت إلى وين؟ انتقلت إلى منافسة المرحلة الرابعة. نانوس صراحة كانت شوي متوترة، وبعدين أحس أنها تعليق أرسلت تعليقات تقول أنا ما عندي مشكلة حتى لو فازوا الأصحاب، وأنا اللي علي أديته، وكثير ما غيرت بالتصميم وكثير ما جددت وحاولت، ولكن أتمنى أني أفوز. نانوس من تعليقها نقول يعني ما نقول مستسلمة، ولكن هي تقول اللي علي أديته، والنتيجة في يوم الحسم وهو هذا اليوم. بالتوفيق يا نانوس. اوكي نجي على مزرعة بدرية، طبعا كلها تسلسل. المستوى 166 للمزرعة بدرية داخلة، الى الان ما فعلت التصميم. ندى داخلة معانا في المسابقة، وإلى الآن أتوقع ما ندري هذا تصميمها أو في تصميم ثاني آخر. ندى تعتبر من محبي التصاميم، صاحبة فكرة كذلك مسابقة تصاميم مزارع هايدي. ندى كذلك عندها تطلع بأنها تكسب الليلة. ندى داخلة مع خبراء تصاميم مزارع هايدي، لديها خبرة طويلة بعالم هايدي ومزارع هايدي، ولكن هل في التصاميم راح ترجح الكفة معاها في الخبرة
وكذلك في الإبداع والابتكار في تصميم مميز ممكن ينقلها إلى المراكز الثلاثة الأولى. بالتوفيق يا ندى. اللي بعده علاوي، مستوى المزرعة 210. علاوي صعب، علاوي يعتبر من العيار الثقيل بمزارع هايدي كخبرة وكتصاميم وكفهم للعبة. علاوي اليوم راح يواجه كذلك منافسين بالمثل عندهم خبرة، خاصة ان عندنا اثنين من المنافسين مستوى مزارعهم بال260، فعلاوي ما بقى هو اعلى واحد بالمسابقات يعني مستوى مزرعة. هناك فيه جماعة، هناك فيه عندنا اثنين من المتسابقين كذلك مستوى مزارعهم عالي، ما ندري عن علاوي ايش راح يقدم. توقع هذا التصميم ممكن، ما هو التصميم اللي راح يدخل فيه علاوي للمسابقة؟ خلونا نروح الى اللي بعده، اللي بعده سعد. سعد مستوى المزرعة 263. سعد لأول مرة يشارك معانا، و طبعا ما راح احكم على سعد الآن واقول والله سعد بمستوى مزرعته ممكن يفوز، لا، ممكن مزارع مستوى الأدنى ممكن تفوز. احنا نشوف ابتكار تصميم، نشوف ابداع في التصميم للشيء اللي راح يلفت النظر ويكون متميز في المسابقة راح يفوز. أتمنى لسعد كذلك يكون عنده شيء مبتكر ومتميز في تصميمه، وبالتوفيق له. خلونا نروح إلى آخر المشاركين معنا في المسابقة، مسابقة التصاميم للموسم الثالث والمرحلة الرابعة والأخيرة، أبطال وخبراء تصاميم مزارع هايدي. سحر، يعني أول مرة تشارك معانا وما عندنا عنها معرفة من أول يعني مدى، يعني مدى منافستها القوية ومشاركاتها في مسابقة التصاميم والحضور في المسابقات التصاميم لتسجيل أرقام متقدمة، ما ندري عنها. عندها تصميم وممكن تصميمها يعني لو كشفنا عنه شيء بسيط ما راح يبين كامل التصميم، ما ندري. عندها تصميم ممكن تنافس فيه الكل. نتمنى للجميع أصدقائنا ولسحر كذلك أنهم يحزون على واحدة من بطايق المنافسة والفوز، وهي إما الأول أو الثاني أو الثالث. نشوفكم الليلة إن شاء الله بإذن الله في البث أصدقائنا، وراح يكون هناك في تقييم ونهاية الموسم بالكامل ونهاية هذه المرحلة، وهي مرحلة خبراء وأبطال تصميم مزارع هايدي. أصدقائنا لا تنسون التعليقات جدا مهمة، علقوا لنا الآن، ولا تنسون كذلك اللايك، ولا تنسون الغير مشتركين اشتركوا معنا. أتمنى كذلك من المتنافسين السبعة اللي ذكرت أسماءهم وشفنا مزارعهم معاكم أنهم يفعلون تصاميمهم استعدادا لليلة ويكونون معنا في البث هذه الليلة، والتوفيق للجميع. مع السلامة أصدقائنا.